السؤال الأول كان شو معنى؟ بك عن سيرز موتور. الصدمة اللي كانت عندي إنه في كثير ناس حملوها على أساس إنه سبيريت ليك صحيح. ما بعرف شو كيف. مبدئياً هاي كاركترستيك شو بتعني بالنسبة لنا؟ علاقة الفيلد بس هون سماه سيرز فيلد لأنه سيرز موتور مع الانترنال انيوست ارمتشر فولتج بس قد ايش؟ ما هو كيف جبنا الانترنال جنريتد فولتج؟ ما بزبط نحسب الانترنال جنريتد فولتج الا اذا كان شو عندنا؟ سبيرت الاكسايتر هاي الارمتشر هاي الفيلد كيف بنطلع الفولتيه اللي هون؟ الاي اي كيف نطلع الاي اي؟ لازم يكون هذا unloaded صح؟ كيف نمرر التيار بالفيلد؟ نغير الفولتج سورس اللي عندنا هون صح؟ فكل ما تغير الفيلد الاي اف شو بتصير بالاي اي؟ بس هون العلاقة عكس ما احنا متعودين دائما بكون الرينج من 0 ل 10 من 0 ل 15 في اغلب اسئلة شابنا الا هون من 0 ل 70 ليش؟ لانه بحكي عن سيرز موتور فالفيلد اللي لو كان هون عندنا سيرز فيلد مر فيه تيار اللي هو نفس الارمتشر كرنت بس ايش مش موجود سيريز هو اكيد موجود لحاله هون اه بس مررنا فيه تيار بيشبه الريتد كرنت سوري بيشبه الارمتشر كرنت اللي هون المعنى بالاخر شو هي علاقه الاي اي كي في فاي في اوميجا اوميجا عارفين انه هاي النو لود كلياتها جنريشن كاركترستيك فهذا الكاركترستيك بتكون ات سيرتن اوميجا صح أو ولا لا كنتم عارفين هذا الاشي ولا مش عارفينه ورسمنا مره قلنا اذا كانت مثلا هاي 1800 وهاي ايش 1600 فكل ما نزل الكير بتكون اصلا نزلت السبيد اللي معنا فنرجع مدام اوميجا معنا وهاي ثابت معنا ضل عندنا الفلكس الفلكس تعودنا من ماده الدي سي ماده الفيرست انه الفلكس نون لينير وقلنا دائما فاي بتناسب مع اي وكتبنا علاقة قلنا إن كانت العلاقة طردية فبنكتب فاي بيساوي كي اف في مين؟ في اي اف هاي العلاقة سبيشال كيس متى؟ لما العلاقة اللي هون لينير لو كانت نون لينير شو بنعمل؟ ما بنقدر نكتب فاي 1 على فاي 2 بتساوي اي اف 1 على اي اف 2 ليش ما بنقدر؟ ليش معناتها هاي؟ إنه أنت قلت لي فاي بتساوي فاي 1 بتساوي كي اي اف 1 وقلت لي فاي 2 بتساوي كي اي اف 2 قسمتهم مع بعض لما قسمتهم مع بعض راحت كي مع كي بس نون لينير السلوب اللي هون مش نفس السلوب اللي هون مش نفس السلوب اللي هون شو قصدنا بالسلوب علاقه الواي مع الاكس فمره فرضا واي بتساوي 5 اكس مره واي بتساوي 0.1 اكس مره واي بتساوي 100 اكس فكيف انت مش هيك الستوب اختلف فكيف انت بتقسم كيس على كيس وبتقول لي الامبير اللي هون على الامبير اللي هون شو بيساوي الاي اي اللي هون على الاي اللي هون بالعقل هون 70 وهون 50 مثلا او اي فاليو اللي هي اللي عندنا مثلا 40 تقريبا هاي ضعف هاي فرضا هل الفولتج تضاعف من 120 ل 140 تقريبا تضاعف واضح انه العلاقة نون لينير فما بقدر اكتب فاي سوري ما بقدر اكتب اي اي 1 على اي اي 2 شو بتساوي؟ اي اف 1 على اي اف 2 ما بقدر اكتبها ليش ما بقدرش اكتبها؟ لانه العلاقة نون لينير لو العلاقة لينير مثلا في المنطقة هاي اللي هون فرضا 10 في 5 انضربت ب 1.5 طب مش هاي انضربت ب 1.5 ولا لا 50 سوري 40 صارت 60 وال10 صارت 20 تقوليش هاي ضاعفت فهاي لازم تتضاعف هاي سوري هاي 10 صارت 15 هاي انضربت في 1.5 وهاي انضربت في مين 1.5 فالعلاقه لينير بس بعد هيك العلاقه نون لينير احنا وين شغالين ال40 وال60 امبير وين شغالين بالنون لينير فحظكم سيء حتى لو كان حظكم لكي لان جبت لكم اسئله هون خطا تفترض هاي الفرضيه الا اذا حكيت لي انه since we are working in the linear version from the saturation curve we can use this and this ساعتها بعد ما اعرف انك اشتغلت بمخ اما ما بدي انك انت هاي لانك حافظها من الاسئله اللي موجوده قبل واضح العلاقه الاولى من وين اجت غيرنا الفيلد كرنت وحسبنا الانترنال جنريتد فولتج فدائما بنتخيلها هاي الكاركترستيك من وين جايه من سبريتلي اكسايتد اللي هي الحاله اللي كنا رسمناها
في حد ما اعترض تعرض بعيدها. يعني هاي الكاركترستيك جبناها من سيميوليتد اكسايتد واحنا بس الفيلد مين اي فيلد اللي حكى لي عنه اللي هو السيريس فيلد يعني نفس الفيلد اللي كان السيميوليتد اكسايتد مش المين فيلد اللي هو اللي هاي ريزيستنس لا اللي هي لو ريزيستنس اللي بتتحمل امبير عالي كثير بس هيك في فيلد سيركت هاي الفيلد سيركت لو عدلناها كم بيكون الانترنال جنريتد فولتج او نتخيلها ماث نتخيلها ماث لو عندي سيريز فيلد وفرضا عندي اكسس على هاي ان اقيس الفولتيه اللي هون لو عندي اكسس اقيس الفولتيه اللي هون ومر هون تيار كذا كم بدها تطلع الفولتيه اللي هون مش هيك معناتها الكاركترستيك بدون ما نفكر فيها فيزيت انه لو كان السيريز فيلد 25 بدها تكون الانترنال جنريتد فولتج كم بهذا المقدار او لا مش هيك معنى الاكس والواي بس احنا عارفين انه فيش حدا بيقدر يقيس الاي اي الا في حاله واحده شو هي نقيس التيرمينال فولتج متى التيرمينال فولتج بنقدر نقيسه اذا ما في امبير فكيف في امبير وفي فولتج غير هيك هذا من الكتاب واسئله سنوات حنشوفه كمان مره باسئله سنوات اه شو حكينا؟ حكينا انه عندنا سيريز موتور 120 فولت شو المقصود بال 120 فولت؟ الريتد اوتبوت فولتج لانه الموتور هذا ولا جنريتر موتور فهي الريتد انبوت فولتج صح؟ هاي الريتد انبوت فولتج بالنسبة لنا 120 شو كمان عندنا معلومات؟ 7.5 هورس باور الان 7.5 هورس باور في داعي استخدمها؟ شو اللي تعلمناه في المادة هاي؟ هاي النيمبليت هاي الريتد كونديشن إن ما كان في نص واضح صريح ودقيق جدا إنه أنت شغال عند ريتد كونديشن تستخدمها إذا ما كان في هذا النص تستخدمهاش تخيل معي مباشرة كم 40 أمبير والريتد كارنت كم مقداره 60 أمبير فأول جريمة إن استخدم 7.5 صح ولا لا؟ مش هذا حكيناه حرفي؟ احنا حكينا النيم بليت الريتد لود سواء موتور ولا جنريتر اندكشن سيريز ترانسفورمر اي شيء الريتد كونديشن ما بستخدمه الا اذا قال لي هو شغال عند الريتد منطق ولا مش منطق صح طب احنا هنا السؤال كان عند الارمتشر كرنت او الفيلد كرنت بس هذا سيريز شو يعني سيريز الفيلد نفس الارمتشر لما الارمتشر كرنت 40 امبير هل احنا شغالين على ريتد كونديشن مدام مش شغالين على الريتد كونديشن كل هاي تحملها وبالترانش لو حكيت لكم حطوها بالزبالة بتطلع ايش لفظ مش مناسب اما قلنا حطها بالترانش صار لطيف مزبوط ولا لا نرجع فمعناته هاي 7.5 هورس باور ما لها داعي الا اذا كان في كيس على كيس فل لود على ال 40 امبير وبدي استخدم الافشنسي او شيء زي طيب فنرجع رسمتها ايش في عندنا معلومات التو ريزيستنسز سهلتها عليكم وجمعهم صار عندي كم 0.4 يعني هذا وهذا كم الثنتين هذول الثنتين 0.4 اوم والاي اي مش عندنا الاي اي اكيد موتور فبنحكي اي بي ما بنحكيش اي اي كم الفولتيه اللي هون 120 انبح صوتي وانا احكي لكم انه فولتيه شركه الكهرباء ما بنغيرها الا اذا حكيت لك في حاله الموتور في حاله الجنريتر السبيد تاعت البرايم موفر ما بنغيرها الا اذا حكيت لك هذا الاشي حكيناه كثير صح شو ناقص هالمادة؟ وقت أنا أحل أسئلة ووقت أنتوا تحلوا أسئلة مزبوط ولا مزبوط؟ فبنا نتعاون عقل هاي 120 فولت شو صار فينا؟ أيام أتفل لود هاي بلش في النص الواضح والصريح كان عندنا الـ input current كم؟ 60 أمبير فبنكتب هنا I full load يساوي 60 أمبير and rated at rated speed لما حكى لي at rated speed والكيرف هذا برضو at rated speed فبكتب مباشره هون at كم 60 1000 40 ماشي اللوسز لساته برضو كمان الماجنتايزيشن كيرف حكى لنا عنه الكور لوسز اعطاني انه الكور لوسز كم 200 وات احنا الكورلسز شو بنفترض ثابته لانه الفولتيه اللي هون شو معناها مش حدا يقول لك انها تغيرت وهذا السؤال ما حدش حكى لك انها تغيرت
الميكانيكال لوسز كم قيمتها؟ at rated condition at full load. شلون at full load؟ at 1000 RPM. at 1000 RPM كم قيمتها؟ هاي 250. طب لو ما شغالين عند 1000 RPM نفترضها ثابتة إلا ده هو حكى لي شيء ثاني صح؟ لأنه سبيد إذا ظلينا في رينج الـ 1000 RPM تمام، بس إذا بعدنا عن الـ 1000 RPM ده تختلف الـ rotational losses. بالأسئلة سنوات حاكي لكم إنه الميكانيكال لوسز تتغير مع كيوب أوف سبيد. هون شو جبت لكم؟ سكوير. براكتيكالي هي كيوب مش سكوير، لأنك أنت بتحكي عن باور معي؟ مش فورس مش إيه. ففرضا ولا الموتور كور لوسز شو مالها؟ غالبا شو احنا بنفترضها؟ ثابت. فالبي روتيشنال، البي روتيشنال شو بتساوي؟ بي ميكانيكال زائد بي كور. هاي شو مالها؟ فيكس. وهاي شو مالها؟ بي ميكانيكال. هيك مكتوب في السؤال بس تتناسب مع ان سكوير. يعني بي ميكانيكال 1 على ان 1 بي ميكانيكال 2 على ان 2 الكل سكوير. مش هيك معنى السؤال؟ او لا لا؟ طيب هيك شو قال لي؟ رد احسب الافشنسي متى؟ عند 40 امبير. بس 3 سنوات كان صيغه السؤال احسب السبيد والافشنسي عند 58 امبير او 50 امبير. فكل اللي غيرته انا ما طلبتش السبيد وبدل ال 50 امبير طلبت 40 امبير، فما فيش تغيير. طيب نشوف الحل سريعا لانه قلنا السلايدات بتساعدنا بسرعه الحل. الكيس الاولى اللي عندنا انه عند 60 امبير اللي هي فول لود كيس كم كانت السبيد؟ 1000 RPM. الكيس الثاني عند 40 امبير طلب مني الافشنسي، ما عنديش السبيد. طب شو يعرفني ان السبيد اختلفت؟ ما هو اللود اختلف، فاحنا عارفين ان الكاركترستيك شو مالها؟ هاي هي الكاركترستيك. ما دام اللود اختلف مش تختلف السبيد؟ اه ولا لا؟ لازم تختلف السبيد. فاي واحد فكر انه السبيد ثابته لازم يكون معاه دليل. مش دليل انه السبيد تختلف، دائما اللود الكونديشن اختلف فالسبيد التورك كله بيختلف الا اذا كان في شيء غير هيك. لان الباور انبوت هون كم مقدارها؟ 120 في 40 امبير لانه هو حكى لي، فكم طلعت معنا؟ 4800 فولت. كعادتك مش عارف كيف اتحرك، وين بنروح؟ للاي بي. ليش؟ لان هي اللي بتربط لي الميكانيك في الكهرباء. الاي بي ات فول لود والاي بي ات نو لود. ات فول لود ايام ال 60 امبير كانت 96 فولت. وايام ال 40 امبير كم طلعت معي؟ 104. هاي كهرباء. الان عندي سبيد و اي اي فعرفت اي اي او اي بي. الثانيه عندي اي بي ضل مطلع السبيد. كلياتنا عارفين انه كيس على كيس هي اللي بتحل لنا المشكله. فا اي بي 1 على اي بي 2 شو بدها تساوي؟ كي 1 على كي 2 او كي اي 1 راحت. فاي 1 على فاي 2 ان 1 على ان 2. مش هاي الجنرال كيس؟ الان الجريمه العظمى انه احنا بنشتغل على سيريز موتور عندنا الاي بي ات 60 امبيرز وات 40 امبيرز. هل الفاي نفسها؟ اكيد مش نفسها. فاللي شطب الفيلد ناسي انه سيريز موتور. مش اختلف الامبير؟ اختلف الفلكس ولا ما اختلفش الفلكس؟ هاي الكيس اللي احنا نشتغل عليه، هاي المعادله اللي بدنا نشتغل عليها. عوضت الاي بي اولد واي بي نيو وان اولد وان نيو مش معنا. الان كيف نجيب هاي؟ طيب الفاي 1 ما بزبط تحكيها انه كي بي اي اف انه مش لينيا. ايه ما احنا حكينا فاي لا تساوي كي اف، لا تساوي كي اف اي اف. ووضحناها قبل شوي، ما بعرفش اذا جبت متاخر ولا مش وضحناها. الواضح انه نان لينيا وطلعنا على الارقام، طلعنا مثلا 40 كيف صارت 70 وطلعنا على ال 10 كيف صارت 15. واضح انه هون لينيا اضرب ب 1.5 ناسي وين شفناها 10 15 ضربنا ب 1.5 فعليا الفولتية ضربت ب 1.5. هون ضربنا ب 2 الا والفولتية زادت كم؟ 20 فولت. واضح اننا لينيا.
فما بزبط نكتب. وغير هيك في أسئلة سنوات واضح زي ما حنشوف كمان شوي اللي كاتب لكم phi 1 على phi 2 لا تساوي if 1 على if 2 كاتب لكم في الحل هاي الشغلة. فيعني غلطتكم غلطتين. الآن كيف نجيب phi 1 على phi 2؟ نعرفين عارفين الـ EV عند الـ 1000 RPM 1000 RPM إذا كان الأمبير 60 أمبير و 40 أمبير من وين جبناها؟ من الرسمة. بس الرسمة at certain speed شو يعني؟ عند الـ 1000 RPM. فلو أنا وياكم مشينا بالخطوات E1 على E2 at 1000 RPM شو راح يصير؟ شفتوا هاي المعادلة؟ M1 على M2 كم راح تكون؟ واحد. لأن احنا طلعنا الـ EB والـ EB عند وين؟ عند نفس الكيرف. شو يعني نفس الكيرف؟ نفس السبيد. فعند نفس السبيد طلعنا phi 1 على phi 2. وضحت؟ احنا وين كنا؟ بندور كم phi 1 على phi 2؟ phi 1 على phi 2 عند الـ 1000 RPM بتساوي الفلكس عند الـ 60 على الفلكس عند الـ 40. فphi 1 على phi 2 شو بتساوي؟ رحنا على الرسمة. شو الاي جبناها من الرسمة ولا من القانون اللي طلعناه؟ من 96 من 104 نرجع. هاي الرسمة للتوضيح. يا بكون معك فيلد كرنت وبتحسب منه الاي بي، او عندك اي بي وبتحسب منه الفيلد كرنت. نحكي المنطق انا وياك. الكيس اللي طلب مني السؤال احله شو عندي؟ عندي الفيلد كرنت 40 امبير صح؟ بس 40 امبير ات أن الله أعلم مظبوط ولا لا؟ على الألف مش على الألف؟ لا هو لما كان 60 أمبير كان 1000 أمبير مش كان صح؟ كم طلعت معه؟ 135 تقريبا. ولما كان 60 احنا حسبنا الـ EB بـ 96 الـ EB أيوة أنا فهمت شغلك. جميل جميل السؤال رائع. أنتوا عندكم نفس الورطة؟ نرجع نقرأ الكيرف. شو الكيرف هذا؟ Internal Generated Voltage. بس هذا متى؟ at no load. مش هذا at no load؟ لما يصير في load بتختلف الانترنال جنريتد فولتج. الثابت الوحيد اللي معنا مين هو؟ الترمينال فولتج. الترمينال فولتج 120 فولت سواء كان في load ولا ما كان في load. لما يصير في عندنا load يصير في فولتج دروب صح؟ تمام. فالاي بي اذا تختلف ولا داش تختلف؟ تمام. هل الاي بي no load نفس الاي بي فول load؟ لا. كلنا عارفين انه مش نفسه. تمام. المعلومه اللي هون شو هي؟ نو لود. نو لود. طيب اعيدها بطريقه ثانيه. احنا شو كان ناقصنا بالسؤال؟ phi 1 على phi 2 كم بتساوي؟ حضنها كونستنت هي ولا ما بتختلف؟ انه انت حسبتها حسبناها عند النو لود عند المعادله ما بينهم اي بي بتساوي كي phi كيس. هاي بس صبرك عليه شو هاي عند كل كيس المعادلة صحيحة. شو يعني؟ إذا أخذت هاي 1000 RPM بتضيفها مع الكونستنت بضل الفرق. إحنا بدنا phi عند وين؟ عند 60 أمبير وكم؟ عند 40 أمبير وphi عند 40 أمبير والريليشن اللي بيناتهم الريشو اللي بيناتهم هذا كل اللي بدنا اياه صح ولا لا؟ طب بس ركز معي شوي خليني اكمل لك اياها واذا في مشاكل برد عليك اياها. المعلومه اللي عندنا لو مر 40 امبير حيظهر معنا انديوس فولتج حسب الكيرف. تعال نشوف حسب الكيرف شو بقول لك. لو كانت نكتب F M equal 1000 RPM and I F بيساوي 40 أمبير EB نكتب EB 40 أمبير 1000 RPM شو بتساوي؟ 120 120
دكتور الاي بي صبرك عليه شوي. المعلومه الثانيه اف نفس الشيء ان ايكوال 1000 ار بي ام ار اي اف يساوي 60 امبير. شو المعلومه اللي عندك؟ اي بي 250 اي بي 60 امبير امبير 1000 ار بي ام شو بتساوي؟ 135 تقريبا. هيك كنا كاتبينها هنا 135. طيب بعد هيك هاي المعلومات اللي عندنا اللي كتبناها شو اللي بدنا اياه احنا؟ بدنا فاي متى؟ فاي لو مر عندنا 40 امبير على فاي لو مر عندنا 60 امبير. الذكاء شو بيحكي لك؟ انت عارف انك راح تقسم اي بي على تي بي صح؟ اي بي 40 على اي بي 60 او بس مقام مش فارقه معنا. الذكاء شو بقول لك؟ اختار لك سبيد ثابته هون. ليش؟ عشان تخصمهم مع بعض والكونستانت بده يروح مع بعضه صح؟ هاي المعلومه من وين نجيبها؟ ما هو التابل سوري الكيرف. الكيرف مش هو ات كونستانت سبيد ولا مش ات كونستانت سبيد. المعلومه اللي طلعت معنا اللي هو كنت تسالوه لو اختلفت السبيد هل هذا الريشيو اللي هو بس نرفعه شوي هل فاي 40 سوري فاي 60 على فاي 40 امبير راح يضل 135 على 20 اللي اختلفت السرعه اذا ظل الفيلد كرنت هيك بغض النظر شو كانت السبيد راح يضل نفسه صح ولا لا؟ لانه هي هيختصروا مع بعض الثنتين. في شيء صعب هذا الكلام؟ مش لازم عندي الألف ميدان. ما هو نرجع يعني خليك ذكي أنت شوي. شو تعمل؟ أنت شو اللي محتاجه؟ محتاج تعرف فاي 1 على فاي 2. شو هي 1 بتمثل؟ ال 60 أمبير. وشو هي 2 بتمثل؟ ال 40 أمبير. أنا بدي فاي عند ال 60 أمبير على فاي عند ال 40 أمبير. أسهل شيء شو أساوي؟ أختار at constant speed. ليش at constant speed؟ علشان أخلص من أوميجا 1 على أوميجا 2. وغير هيك شو المعلومة الثانية اللي محتاجها؟ الـ EB. طب هاي الكيرف معك طلعنا إحنا EB على EB بتساوي فاي على فاي at 1040. فبالتالي فاي 1 على فاي 2 اللي هي 1 ال 60 و 2 ال 40 طلعت معنا 135. ليش تقريبا؟ على اساس انه انا باخذ من الكيرف قيم مش شرط تكون دقيقه 100%. يمكن عبد الرحمن يشوف هاي 137 ال 120 تقريبا هي او يمكن واحد يكون دقيق زياده يحط 122 او 4/10 ما عنديش مشكله. فنرجع لهاي المعادله 96 بنرجع كمان شو قلنا احنا؟ لما كانت الاي بي 96 كانت بسبيد 1000 ولما كانت 104 ما بنعرف قديش السبيد. احنا عملنا خطوه جديده بس عشان نطلع هذا الريشيو. هذا الريشيو الكيس الاولى. الكيس الاولى شو كانت بتمثل؟ لو كان الفيلد كرنت 60 فهاي فاي 60. والكيس الثاني شو كانت بتمثل؟ لو كان الفيلد كرنت 40 امبير. مش هي نفسها هاي؟ فاي على فاي بتساوي فاي على فاي. فأخذنا الريشيو هذا اللي معنا وعوضناه بس طلعت معنا السبيد المنطق. وإجاباتكم مرات تقول لي والله أنا حليت بس أنت تصليحك كالعادة ظالم. بس المنطق شو بقول لك؟ الفيلد كرنت قل ولا زاد؟ قل. وإحنا اعترفنا إنه في شيء اسمه رنوي. الرنوي قلنا كل ما قل الفيلد السبيد بتزيد صح؟ فاللي طلع معاه الجواب تحت 1000 ار بي ام كان يفترض لحاله استوعب انه حله غلط صح ولا لا؟ لازم تطلع اكثر من 1000 ار بي ام لانه ما غيرنا الا الفيلد صح ولا لا؟ المشين ما غيرنا فيها لا تيرمينال فولتج السبيد ما هي تطلع معي اوت تيرمينال فولتج ظل ثابت فما فيش شيء غيرناه الا الفيلد كرنت كان 60 امبير صار 40 امبير فالسبيد لازم تزيد. فما حدش راجعني ما حدش راجعني يا دوب اخذت وراك لو طلع معاه السبيد شو مالها؟ اقل من 1000. الان الحركه الصعبه اللي بعدك بعد ما طلعنا السبيد
تظل مطلوب منها الافشنسي. الافشنسي كيف نحسب؟ الكور لوسز ذات اللي ساعتها 200 واط. الميكانيكال لوسز بدنا نقسم بالريشيو، يعني يمكن اكثر شيء عملناه الفصل هذا كيس على كيس وتربيع وتربيع. اخذناها بالسيلز واخذناها بالفان لود واخذناها 10% زياده في كذا، شو بيساوي؟ يعني زقناها هاي صح؟ هي تربيع تربيع ما غير. فهاي النيو بعد ما صارت كمان مره كانت زمان 250، ليش زادت؟ لانها السرعه زادت. فهاي الميكانيكال سوري روتيشنال لوسز حسبناها. بعد هيك في ذكاء برضو ابعدتوا عنه شوي، انكم رحتوا على البي انبوت. الذكاء هون وين تروح؟ على البي ديفلوبت. ليش؟ مش معلومات كافيه عن اللوسز اللي عندك او اسهل. البي ديفلوب ما احنا قلنا الطابه هاي بتاعت الاي اي شو بتمثلنا؟ البي ديفلوب. طب ما انت معك الاي بي والاي اي في كل الكيسز، فيفترض تنطلق منها مش تنطلق من البي ام وتحسب الالكتريكال لوسز وتزيد على حالك خطوات. مع البي ديفلوب بطرح منها روتيشنال لوسز الجديده اللي هي ولا شيء روتيشنال لوسز. الميكانيك ظلت زي سوري الكور ظلت زي ما هي والميكانيك سكوير صح؟ التغير اللي فيها معي ولا مش معي؟ فهي صفة معي البيانات. طب وعفوا شو هي البي انبوت؟ ما احنا من البداية البي انبوت عندك 120 فولت، 120 فولت ومر فيه كم؟ 40 امبير. هاي البي انبوت كثير واو صغار. نرجع كمان مرة نقول يمكن لو اجى اول مرة يمكن اتعاطف معه، يمكن لما يجيكوا اول مرة اكيد اه؟ بس بما انه اصلا هو اسئلة سنوات هنشوفه كمان شوي فمعناته نتحكم فيه. نيل نيل عنده مشكلة مع هذا السؤال. بس اسال ايش الفرق بين الاي بي 1 والاي بي 2 اللي احنا طلعناهم؟ اه عندي 60 عندي 40 وفرق الاي بي 2 اللي طلعناهم ديفرنت اوبن سيركت. اوبن سيركت وسبيد مختلفة. الكيرف نو لود يعني اوبن سيركت و 1000 ار بي ام. بعد هيك صار كونكتد يعني مر في كرنت وصار في فولتج دروب والسبيد اختلفت. ماشي. اي معلومة حاخذها من الكيرف شو بتمثل لنا؟ ات 1000 ار بي ام اند نو لود. ليش؟ ما احنا قلنا هاي سبريتلي اكسايتد. كيف حسبنا الانترنال جنريتد فولتج؟ اوبن سيركت صح؟ بمعنى اذا صارت كلوز سيركت بقدرش اقيسها. ليش بقدرش اقيسها؟ كنا كثير كنا نفتح الارمجر بنلاقي بطارية على الشمال والريزستنس على اليمين. لا معناته كيف تقيس فولتج البطارية؟ لازم الريزستنس ما يكون لها دور. الريزستنس فولتج دروب. متى ما فيش فولتج دروب؟ لما فيش امبير. متى ما فيش امبير؟ لما بتكون اوبن سيركت. لما جنريتر مود اه؟ معي ولا مش معي؟ هذا الكيرف خاص بالنو لود. بس انا بنسال حالنا سؤال، فاي 60 امبير على فاي 40 امبير هي ثابته بغض النظر ما لهاش علاقه، بتعرف شو هي هاي؟ هذا عندي كويل مر فيه 40 امبير طلع معي كذا تسلا. مر في 60 امبير طلع كذا تسلا. بس قسمتهم على بعض بغض النظر هذا الموتور مشبوك سيريز مشبوك بارلل مشبوك يعني شنت مشبوك سيريز الاكسايت. بغض النظر هاي المعلومه اللي اخذناها من مين؟ من الكير. واضح؟ بس اخي مش الافشنسي قسمنا 120 في 40 120 في 40 اللي هي الانبوت عند ال 40 امبير. ايوه هاي البي انبوت. البي اوتبوت شو هي؟ البي ديفلوب ناقص البي روتيشنال. ليش ما رحتش للبي انبوت ناقص كل اللوسز؟ ما انا معي البي ديفلوب لانها اي بي في اي ان. خليني ذكي ما هي سهله هاي كلهم. ونرجع كمان مره ذكاء السؤال شو اعطاك؟ الميكانيكال. اعطاك الميكانيكال والكور وقال لك الكور ثابت. يعني شو قاعد بوديك لوين؟ للروتيشنال. بوديك للروتيشنال معك البي ديفلوب معك ولا من البدايه معنا من اول سطرين معنا البي ديفلوب. بس البي روتيشنال كيف حسبناها تماما؟ ايش ايش بس البي روتيشنال هي تعريفها. نرجع ونقول ما يتوترش من اللي بعدها. نكتب القوانين لحالهم القوانين بيعلمونا.
يا بي ميكانيكال شو هم البي ميكانيكال فريكشن ويندج وستريس صح وشو كمان والبيكو هاي اعطاني اياها وقال لي انها بتتناسب مع ان سكوير وهاي شو مالها فيكس فاذا انت حسبت السبيد خلاص الامور انحلت كلها ان شاء الله بنشوف السؤال الاصلي في اسئله التصاعد يظننا الحل برضه خلاص ان شاء الله لا يعني صراحه مش نلحق كل الشغل اللي معنا طيب نيجي على السؤال اللي بعديه السؤال اللي بعديه انا بعطيكم كاركترستيك سيبريتي اكسايتد جنريتر ديزل جنريتر والماجنتازيشن كيرف على اي سرعه 2000 ار بي ام هاي النيم بليت كالعاده متى بنستخدم النيم بليت اذا كان حكالي اكتريتد كونديشن طيب برضو هذا السؤال أسئلة سنوات يعني تقريبا حرفي بس أنا وصلت لكم يعني ما كانت الأرقام يعني أصعب منهم بس أعطاني الـ RA والـ R field والـ V field معي لأنه سيبريتلي إكسايتد مش شرط تكون نفس الـ 120 اللي هون والـ Adjustable Field Resistance يعني سيرز مع الـ field فيش شيء نشتغل إحنا برالين يا بكون سيرز مع الـ R يا سيرز مع الـ field هاي واضحة سيرز مع الفيلد وكاتب لك كاتب لك انه هاي القيمه انت محتاج تحرفها في كل فرع على اساس ما تفترضها صفر ولا تفترضها غالي وضلها ثابته معك فكل فرع انت محتاج شو تعرف اعرف ادجستر يو نيد تو سولف تو يوز ذا بروبر فاليو اوف ادجستبل فيلد ريزيستر بيست اون ايتش كويستشن طب نيجي نشوف ايتش كويستشن هذا شو يعني هالرعب اللي فيه اول سؤال maximum possible induced voltage متى اعلى فولتج نكتب القانون كالعادة انا ما اعرفش احل شيء بس نكتب القانون بوديني اي بي بتساوي ك في فاي في اوميجا متى الماكسيمم بوسبل اندوس فولتج عند فاي ماكس واوميجا شو مالها ماكس هذا جنريتر ولا موتور جنريتر في حدا بغير السبيد بدون ما يقول لك ما حدش بغير السبيد بدون ما يشتغل فالسبيد ثابت فالاي الفاي ماكس متى الفاي ماكس شو القانون الفاي فاي تتناسب مع اي اف اي اف شو بتساوي بي اف على ار اف بس ار اف مش لحالها معها ار اف ادجستد فانا بدي فاي ماكس يعني اي اف ماكس يعني ار اف شو مالها مينيمم متى ار اف مينيمم لما هاي مش موجوده فمباشرة الـ RF شو من لازم تكون؟ زيرو موجود منه في أسئلة سنوات كثير هاي الفكرة وغير هيك لو مش دارس كثير صعب اللي أنا مشيت فيه كثير بده وقت كالعادة اكتب القانون وفكر من القانون طيب طبعاً الـ I field كم قيمته؟ 4.8 أمبير نروح على الكيرف عند 4.8 أمبير هي 4.5 6 7 8 مع إنه في إشي غلط بس المتلاعب هم قسمهم فرضا هاي كم طلعت معنا على أساس اللوح عالي شوي كم بتساوي 127 من الكيرف بدها إشي شو في سؤالات بس كلمة ماكسيموم يعني minimum resistance هاي هي maximum voltage maximum field وين جت هاي كيف فايف أمير الآن كمان هم ثاني بتساعدك if the speed of the prime mover can be adjusted around its rated speed by plus minus 20% كم rated speed 2000 plus minus 20% شو هتصير 1600 2400 هذا الرينج تاع السبيد سريعا الماكسيمم اندوس فولتج عند ال 1600 ولا ال 2400 2400 لما بقول لك كيف فاي في اوميجا كل ما زادت اوميجا شو بيصير في الاي بي بدها تزيد طيب كل ما قلت اوميجا شو بيصير في الاي بي بده يقل طب انا قايل لك المينيمم اندوس فولتج شو بده يكون مينيمم هاي ومينيمم هاي كثير صح متى المينيمم فلكس 5 عند اكبر اي اف متى المينيمم سبيد 1600 تخيل قديش السؤال صعب
بس في تريك. شو هي التريك؟ انه الكيرف اللي معي بعطيني 2000 ار بي ام، لازم احول كل شيء من 2000 ار بي ام لكم؟ ل 1600 ار بي ام. فشو عملنا؟ اولا الخطوه الاولى حكينا انه الاي ار مينيمم عند الاي اف مينيمم والان مينيمم، اللي هي الان مينيمم كم قيمتها؟ 1600. عند ال 2 امبير، عند 2 امبير شو اعطانا معلومه؟ لو رحت على الكيرف على طول هيعطيني انه الاي اي ات 2 امبير بيساوي 80 امبير. ايه شو هي امبير؟ فولت. 80 فولت صح؟ بس هاي هذاك الكيرف عند اي سبيد؟ عند ال 2000 لانه اتريتد سبيد صح؟ صح. فبالتالي لازم احولها لوين؟ ل 1600. حولناها ل 1600 صعب؟ احكوا لي. بس ليش ما حطينا الفايل؟ الفيل ما احنا الكيرف سوري. انت عندك اعتراض على هاي؟ لا لا هاي. هاي اي 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 اف بتساوي 2 امبير والسبيد ام شو بتساوي؟ 2000 ار بي ام. الان بدي انتقل منها. لو افترضنا تغيرت السبيد ل 2000 ل 1600 ان نيو شو بتساوي؟ 1600. طب هلا انا محتاج اغير الفيلد كارنت ولا لا؟ من البدايه انا بدي اي اف مينيمم. متى الاي اف مينيمم؟ عند 2 امبير. فانا بلشت بالاول عند 2 امبير حسبت الانديوز فولتج، بعدين عملت ابديت على حسب السبيد ات اي اف بتساوي كم؟ 2 امبير. هو عفوا يعني 80 امبير هاي من وين جبناها؟ عند ال 2 امبير. فاي 1 على فاي 2، فاي عند ال 2 امبير على فاي عند ال 2 امبير. اختلفت اشي؟ سواء لينير ولا نون لينير، فاي 1 على فاي 2، ما دام اي 1 بتساوي اي 2، معناته فاي 1 على فاي 2 واحد، لينير ولا نون لينير. واضحة ولا لا؟ برضه اسئلة سنوات. فطلعت معنا من 80 نزلت ل 64. الغريب انه كانت تطلع معكم فوق ال 120، ما بعرفش ليش فوق ال 120. طيب الفرع اللي بعديه بلشنا شيء ثاني. بحكي لك انه الجنريتر الان بيغذي 50 امبير. على تيرمينال فولتج كم مقدار؟ 100 فولت. السبيد 1800. احسب الفاليو اوف ار ادجستبل. نرجع بالعكس، بده الفاليو لار ادجستبل. من وين نجيب الفاليو لار ادجستبل؟ لازم نجيب الفيلد كارنت اي اف. خلينا نقول الثيرد فيلد كارنت. هذا كيف تحسب الثيرد فيلد كارنت؟ لازم اجيب انا اي بي 3 ومنها احسب مين؟ الاي اف. من وين جبنا هاي الحركه؟ هو انا ما عنديش غير هالكيرف، يا اي اف حيعطيني اي بي يا اي بي حتعطيني اي اف. شو المعلومات اللي عندي؟ معي انه التيرمينال فولتج 100 والديوز سوري والامبير كم؟ 50. فاي مباشره الاي بي كم طلعت؟ الاي اي سوري مش الاي بي كم؟ 110. عند ال 110 عند ال 110 كم طلعت معنا ال هذا عند 1800 هاي سوري هاي عند 1800 كمان مرة اي بي اي اي 1800 شو بتساوي؟ 110 فولت. سكر شو المطلوب؟ نطلع الاي اي اي عند ال 2000 عشان نطلع الاي بدنا اي اف. كيف نطلع اي اف؟ لازم استخدم مين؟ الكيرف. عشان استخدم الكيرف لازم هاي ال 1800 تتحول لكم؟ 2000. ل 2000. كيف بدي احولها ل 2000؟ سيم اي اف، الاي اف اللي انا قاعد بدور عليه. شو راح يصير؟ راح يصير لها سكيل اب، لانه الاي بي كانت 110، الاي اي كانت 110 لما كانت السبيد كم؟ 1800. عند 2000 كم حتكون؟ اعلى شوي، وطلعت معنا كم؟ 122. ليش رحت لهاي؟ لان الكيس اللي انا بقدر اطلع منها اللي هو التيبل الجراف. فلو السبيد 2000 ار بي ام
والانديوز فولتج 122 الاي اف كم حيكون 4.2 بالعشرة عشان يكون الاي اف 4.2 بالعشرة نعرفين انه الفي اف كم قيمتها 120 فكم لازم تكون الار توتال 120 على 4.2 بالعشرة يعني الار اجستا بشو حتكون 25 زائد 3.5 3.5 شو هي الاكسترنال ريزيستنس اللي احنا محتاجينها عشان تخلي لي الفيلد كرنت كم 4.2 بالعشرة شو بنستفيد لو نرجع بالسؤال نرجع بالسؤال لو قلت لك انه الفيلد كرنت 4.2 بالعشرة كم الانديوز فولت هاي نكتب السؤال اف اي اف يساوي 4.2 بالعشرة 5 اي بي اي اي خلص نسقط معي شو بنساوي في معلومة ناقصة شو هي المعلومة ناقصة السبيد فكيف بنبلش بنبلش بالسبيد اللي معنا وبننتقل at same field current للسبيد الثاني صح السبيد اللي عندنا كم 2000 فبنروح عند الكيرف اللي معنا عند الألفين 4.2 بالعشرة بنطلع كم الEA الEA عند 4.2 بالعشرة شو طلعت معنا 122.5 مثلا هاي متى عند 2004 معلش تعطيني اياها لو كان 1800 شو بنساوي بس EA على EA بتساوي N على N بس عند وين؟ عند 4.2 مليان أسئلة سنوات بنفس الفكرة نفس الفكرة موجود الصعوبة وين؟ مش هذا للأفرع هذا للأفرع نوعا ما كانت العلامات لاش نقول مرضية بس كانت أصلح شيء في المشكلة كانت في الفرع اللي بعدها الفرع اللي بعدي لو شبكنا شمت لما نشبكه شمت وين ورطتنا بالشمت يا شباب؟ ورطتنا بالشمت هاي وهاي بتذكر كيف بيجي بالبيلد اب بروسس صح؟ بالاخر وين راح نشتغل؟ لو شبكناهم شمت ما عندنا معلومه كامل في اف في حد عنده معلومه ايام ما كانوا سيبريت لي اكسايتد كانت الفي اف كم بتساوي؟ 120 خسرناها 120 شو صارت؟ ما بعرفش طب عشان اعرف الاي الاي اي اللي هون شو لازم اعرف؟ الفي اف الحكي هذا تماما انه سيركت برلل مع سيركت وين الاوبريتنج بوينت؟ تقاطعهم فمحتاج انا ارسم الكاركترستيك تحت الار اف اللي هي موجوده معنا بس عشان ارسم الار اف محتاج كم الار ادجستبل هون اعطيتك الار ادجستبل 5 5 وكانت 25 الار اف الطبيعيه فكله ار اف توتال كم بتساوي 30 شو يعني ار اف توتال بتساوي 30 يعني بي اف على اي اف تساوي 30 صح تعال نشوف الرسمه هاي كيف بنحقق هاي رسمة R F بتساوي 30 كيف رسمت دكتور بابا؟ كيف رسمتها؟ الصفر بيساوي صفر نجي لك رقم كبير بس بغلبكش مثلا عند الخمسة خمسة في 30 كم؟ 35 وبروح عند 150 وبرسم خط مستقيم بلاك مشي معدف مش رائع مش انتو صح ماخذين مشي انتو صح طولت ولا اشرح معدف الخط المستقيم صح؟ احد الطلاب ما هو زمان جبنا السؤال هذا بطريقة ثانية. شو صار يساوي؟ جرب هاي، جرب هاي، جرب هاي، جرب هاي، جرب هاي لغاية ما زبطت معه. ليش هيك سوى؟ كالعادة في سؤال ما بنحلش بالامتحان في نظركم ها؟ فزاد معه نص ساعة، زاد معه نص ساعة ولا يجرب؟ فجاب نقطة تزبط هاي معه. فتقاطع شو كاركترستكس هاي؟ هاي الفولتية اللي حضنا 120 أو 122 شو ها؟ حسب الماكلاب اللي رسمنا منه رسمنا فكم طلعت؟ تقريبا 210 من الرسم والآي أف كم قيمته؟ 4.1 بالعشرة من الرسم يعني نوعا ما هي مش دقيقة كثير رح تطلع معنا لا هي 120 مش 210 بس كعادة كده
في دماغي بكتبه قبل اللي بيجي على لساني. خربش عليها على اللوح. تفضل يا اخي. هاي بس احرك السلايد اذا تتحرك هلا. الفرع الاخير تفضل صح؟ تفضل. وهون مش طالب التيرمينال فولتج؟ اه تمام. طلعنا الـ EA. اذا طلعت الـ EA بدك التيرمينال فولتج شو بتساوي؟ ناقص الكرنت في الـ R. في الـ R. ما طلعت اعتبرت انه اصلا التيرمينال فولتج احنا بالبيلد اب بروسس اذا ذاكرين اول خطوه عملناها شو سوينا؟ اهملنا الـ RA. بدون اهمال الـ RA صعب نتعامل مع البيلد اب بروسس صح؟ فبصفي معي الـ EA نفسها التيرمينال فولتج. صح ولا لا؟ شيء هيك بالسالفه. إذا أحملنا الـ RA لأنه إحنا عندنا الكاركترستيك تاعت هاي صح؟ مع الكاركترستيك تاعت هاي بيصفي معي هذا الخيار الوحيد اللي قدام تمام؟ بالمناسبة هذا محفوظ غلط بأسئلة صناعي. الفرع الأخير عشان نعزز الـ Build Up Process عندكم زدنا الـ RF عن RF Critical. فشو صار معنا؟ فشلت عملية الـ Build Up Process زدنا الـ RF مثلا 35 35 زائد 25 60. فعند ال 120 او عند ال 150 او عند ال انا اذا بتلاحظوا في نقطه هون اللي هي جنب ال 120 كم لازم تكون من الاثنين عندها وصلت بيناتهم طلع ما انت قاطعهم فالبيلد اب بروسس ايش سويت قلنا ار ادجستبل بتساوي 35 فار اف توتال شو بتساوي؟ 60 اوم. شو يعني 60 اوم؟ بدي كالعادة ارسم خط مستقيم 60 اوم سلوب. زي ما هون رسمنا السلوب كم 30. اخترنا النقطة 2 شو اعطتنا؟ 120 وصفر وصفر رسمنا الخط. مش احنا لما قلنا اذا ار اف زادت عن ار اف كريتيكال فيش تقاطع؟ او التقاطع عند الريزيدوال يعني صح؟ هذا اللي صار معنا. فتقاطعها عند وين؟ عند 5 فولت، عند 0 فولت، أي شيء زي هيك مقبول. فالبيلد أب بروسيس راح تفشل في هذا السؤال. راح نضلنا بس عايشين على الريزيدو. هذا السؤال الثاني، السؤال الثالث. عارف انه جوازي بس احنا علمه بنتعلمه عشان بس احكي لك انه الذكاء مطلوب ثقتك بنفسك ثقتك بقدراتك حرام تخسرهم بسبب جامعه اللي علمتكم اياه انه التو وات ميترز زي الاوبن دلتا صح وقلنا كل واين يا بنزيد على زاويتها 30 درجه يا بنطرح منها 30 درجه صح ولا لا مش هيك حكيت لكم حرفي ارجعوا للفيديوهات وشوفوا كل 2 وات ميترز كان يطلع معنا كوساين فاي زائد 30 والثاني كوساين فاي ناقص 30 باور فاكتور تاع هذا نفس الموضوع هون كان عندنا واحد مثلا الزاويه تاعته فاي وذاك زاويه الباور فاكتور زائد 30 درجه زاويه الباور فاكتور ناقص 30 درجه مش هيك طلع معنا وهيك كنا نشرح فسريعا انا معطيك زاويه الباور فاكتور كم مقدارها 45 واحدة حنزيد عليها 30 درجة واحدة حنطرح منها 30 درجة بمعنى واحدة حتكون 75 درجة واحدة شو حتكون 15 الثنتين حنكونوا لاجين الثنتين حنكونوا لاجين غصب عنا حنكونوا لاجين ليش لأنه زائد 30 وناقص 30 على 45 ما غيرتش شيء تمام فشو صار معنا سريعا بس هاي الرسمة اللي بتركيكم إياها تحت انت الان محتاج بس تحسب واحدة تعرف اللي فوق هي ال 75 ولا اللي تحت هي 75 هاي الرسمة اللي عندنا قلنا زاوية الباور فاكتور ناقص 45 درجة لانه لاجنج لود فمباشرة زاوية الكرنت اللي هون شو حتكون ناقص 75 حظنا حلو انه ناقص 75 شو مالها هي نفسها اللي هون هاي نفسها فمباشرة شو كتبنا ناقص 75 تخيل معي ما اخذش وقت ما خدش اشي لانه اللود شو ماله دلتا فبما اللود دلتا اذا فولتيه اي بي اذا فولتيه اي بي بالنسبه لنا فولتيه اي بي هي ريفرنس كعادتنا هاي شو حتكون زايدتها صفر فمباشره
الفولتية اللي فوق شو حتطلع زاويتها؟ برضو صفر. لأنها بين مين ومين؟ بين A وB. اللي هي بين A وB اللي هي بين A وB اللي احنا حكينا عنها. فمباشرة هاي ظهرت معينا هي 75 درجة. فسريعا هاي شو حتكون؟ زاويتها 15 درجة. مش داعي أكمل الحل. كيف بديش أكمل الحل؟ واحدة كوساين 75 وواحدة كوساين 15. ساكت ستو كنت اللي ما بكتب باسم عائلة الرقم اللي هون ما بعترفش فيه. رقم زي هيك انسى. لازم تحكي لي لاجن ولا ليجن. وللمرة الثانية بعد الصيفي بنلاقي نيجاتيف باور فاكتور. نيجاتيف باور فاكتور يعني جريمة في حق البشرية. معي ولا مش معي؟ بتعرف شو انه اللود بيعمل جنريشن لباور. مش نيجاتيف باور فاكتور. احنا مرات بالمانيوالز بنكتب نيجاتيف باور فاكتور قصدنا ليدنج. وده شو تفاهم بين شركات. انت كطالب انسى النيجاتيف باور فاكتور. فيش شيء اسمه نيجاتيف باور فاكتور. طيب هاي كوساين 15 وكوساين 75 على طول بدون ما نحل اصلا. انا كنت احترم ذكاء في واحد بعرفش اذا كان من قصد ولا من غير قصد مباشره كتب 75 و15 وعاكسهم. اعتبرت اياهم اثنين صح. واذا ذاكر انا صح ما كتبش لا هاي لادنج ولا هاي لادنج. بس احتراما لذكائه أعطيته علامات هذول الثنتين. نيجي على هاي الريشيو تاع الكيو لود. الريشيو تاع الكيو لود شو قانون الكيو؟ شو قانون الكيو؟ هنا حاطه هون بسرعة. الكيو لود جدل 3 في فيز اي فيز ساين 45. صدقا ما كنت بعرف انه كل هالضعف عندكم من سيركت ستو اللي هذا القانون اضطرينا نشرحه اليوم صح؟ او مش نشرحه نحكيه بسرعة. الكيو تاعت اي سورس فيهم زاويته 1 75 و1 زاويته 15. احنا قررنا مين زاويته 75 مين زاويته 15. بس صدقا لو انت لحالك هيك دغري عوضتها على طول انا ما عندي مشكله. فضل نقسمهم على بعض لان قايل لك ريشيو. تخيل معي قسمه هاي على هاي او قسمه هاي على هاي. الحلو في الموضوع الابداع اللي انا ما كنتش قادر استطيع استوعبه انه كان الكيو تتوزع هون مثلا 55 55. يعني حتى بالتشير يعني خلي عندك ذكاء. ما أنا بقول لك كيف كل واحد فيهم كديش حمل جزء من الرياكتيف باور. فيعني الجنريتر الأول أو السورس الأول والسورس الثاني حملوا كل الرياكتيف باور. قسموهم 60 40 70 30 50 50. تمام بس مش نقسموهم 60 60. كيف نقسموهم 60 60؟ يعني ما أنتم بالأرقام اللي طلعت معكم ولا 20 20؟ بصير فالأرقام لازم تكون أنت حاسس فيهم أنك أنت مقتنع أنه صح ولا غلط. بس هاي القسم اللي هون هي قسمة هذا على هذا أو قسمة سوري هذا نعم قسمة هذا على هذا أو قسمة هذا على هذا. هاي موجودة عندنا بس أبو امتحان موجود هذا في أسئلة سنوات واللي قبليه موجود في أسئلة سنوات واللي قبليه موجود في أسئلة سنوات. متابعة ما كنتوش متابعين معي ولا فما حدش يقول لي حليت أسئلة سنوات. قلنا هاي المادة زي أي مادة علمية من الظلم إلك للمادة إنه تدرسها ليلة الامتحان. والعكس لكل فعل ردة فعل من الظلم إنه هاي المادة تنجحك إذا أنت تدرسها. زي ما إحنا مشينا على هذا السؤال مطلوب منك تمشي على كل نموذج. هذا النموذج خلصنا منه. سير بس على دي سي موتر والإندكشن صح؟ دي سي موتر والإندكشن. الجنريتر مش ده. نمشي على الجنريتر ولا نفشك على الجنريتر؟ طبعا نفشك لكن ما مش كثير معنا وقت. شفت النموذج طولنا احنا نحل فيه. بس عارفه قديش قعدت لك؟ قعدت ساعة؟ ما قعدت ساعة. هاي شرح النموذج مش ساعة. طبعا انك جاهز تحله بالامتحان بأقل من ساعة. لو حكالي
200 فولت على شنت موتور. شنت موتور الفولتية بتاعت الارمشر. شو المقصود بالفولتية بتاعت الارمشر؟ يعني التيرمينال فولت بتاع الارمشر مش الانديوس فولت بتاع الارمشر. الارمشر ريزيستنس اعطاني اياها والفيلد ريزيستنس اعطاني اياها بس هو شنت تنساش. واللود كان 500 ار بي ام وبسحب 27 امبير. يعني لو رسمناها بسرعة هاي سورس كم هاي الفولتية؟ بعرفش بعرف ولا بعرفش؟ شو الفولتية؟ 200 200 وقال لي الارمتر فولتج مش هذا هو الارمتر؟ كم الفولتية اليوم؟ 200 وايش اعطاني؟ هاي 100 0.4 السبيد كم؟ 500 ار بي ام. هاي المعلومات اللي هي والاي 27 امبير حكاين هاد في اللود اشي اصلا هيك ما اعطانيش نيم بليت. فلما موتور بسحب 27 امبير حكينا بسحب من السورس فكم الامبير اللي هون؟ 27 امبير. انت 27 امبير الاي لود مش الاي اي الاي لود مش الاي اي ولا ايش رسمت؟ هذا اي لود الاي اي هي بس لو بقول 500 ار بي ام مش قصده على الارمتر نفسه لا تراجع نرجع درايفز الود اوف 500 ار بي ام يعني في هون مروحه في شيء هون كم بدور 500 ار بي ام هاي المعلومه اليوم هاي هاي اوميجا تعتبر شو اعطاني كمان تيكينج 27 امبير اللود بسحب 27 امبير كنا نحكي عنها انت بتسحب من وين شركه الكهرباء وين شركه الكهرباء بالنسبه لك هاي هذا الموتور معي ربحنا عليها ولا ما ربحناش القصد انه ال 27 امبير من اللود لحاله ولا لل لا الموتور ليش بيسحب الموتور شكل اللود على 500 ار بي ام وبسحب 27 امبير من السوق اللود الموتور اكيد من وين بيسحب مش باخذ 400 امبير قلنا المزارع ما بيهموش في جوا فيلد وشمت وبرادل وكذا شو بهمه بالاخر هذا بلاك بوكس بيحرك مضخه على 500 انا قصدي 27 امبير راح توزع بين الفيلد وبين وانا والله نفس الشيء كذا انا كاتب هاي هون الاي اي اللي هون ما حكيت عنها شيء طيب نكمل انا وياك اسيوم ذا لود تورك اند ذا انبوت فولتج تو بي كونستانت كان اللود بالنسبة لنا شو نوع الكاركترستيك تاعته؟ كونستانت تورك يعني لو تغيرت السبيد اللود حيختلف كتورك؟ لا احنا قلنا كلمة لود تورك او امبير نحكي عن الميكانيك قلنا دائما في معادلات كهرباء وبعدين في معادلات ميكانيك معادلة الميكانيك شو عندنا؟ تي 1 على تي 2 شو بتساوي؟ خمس صح؟ ها ولا لا؟ يعني واحد واحد صح ولا لا؟ لكن شرحت حرفي ولما قلت لكم موضوع لو قلنا constant power شو بيصير معنا؟ بيصير واحد على n حكيناها ولا ما حكيناهاش؟ طب نرجع نشوف نكمل السؤال هذا بالنسبة للنتاكين كلمة load voltage sorry source voltage دائمت هاي ما نهاش دائم find the value of external resistance to be added as a field regulator شنو هي field regulator كاتب لك series resistance with the field circuit يعني بدنا نضيف مع الفيلد شو R adjusted بحيث انه شو يصير معنا سرعة ترن the motor at 700 rpm يعني N2 شو بتساوي 700 rpm N1 شو بتساوي 500 هاي 500 عند اي كيس 27 عندما يكون 27 والكيس الطبيعي كل شيء طبيعي عندنا طيب فنجي انا وياكم نحلل كالعادة لما كانت 500 لما كانت 500 شو عندنا معلومات هاي لود يا ابراهيم شو بتساوي 27 الاي اف شو بتساوي 2 امبير من وين جبنا 2 امبير 2 على 100 طيب فالاي اي الاي اي شو بيكون 25 امبير صعبة؟ نفس الاكزامبل هذا حليناه صح؟ حليناه بالمحاضرة طيب الاي بي عند ال 500 دائما تفكيرنا بالاي بي لما بندور على سبيد احنا صح؟
200 لانه تيرمينال فولتج ناقص الفولتج دروب اللي هون. شو الفولتج دروب اللي هون؟ مش 27 امبير، شو 25 امبير. فطلع معنا 190 فولت. هاي 190 فولت كمان مره ليش بدنا ندور؟ ندور على كيس على كيس. بدنا الاي بي 1 على الاي بي 2. لما صارت 700 امبير، 700 امبير بدنا ننطلق من معلومه عندنا. شو المعلومه اللي عندنا؟ التورك مساوي التورك، صح؟ طيب نشوف التورك عند 700 والتورك عند 500 زي بعض، فايش نستفيد؟ فاي في اي بتساوي فاي في اي. من وين جبنا هاي المعلومه؟ قانون التورك. شو قانون التورك؟ كي في فاي في اي، صح؟ فهاي المعلومه عندنا ولا مش عندنا؟ واو، هاي المعلومه مش واو، صح؟ فبالتالي تعالوا نشوف شو في عندنا وشو في ما مش عندنا. احنا عندنا انه زمان كان الفيلد كرنت كم مقداره؟ 2 امبير، صح؟ وعندنا اي اي 1 واي اي 2. فنكتبها هاي بطريقه ثانيه، هاي عشان بس نبسط تي 500. هاي مش عارف ايش بسطت، هاي رموز تي 500 على تي 700 تساوي 1، صح؟ بالتالي تي 500 تساوي تساويها اكيد. المعنى انه احنا عندنا ك اي او بلاش ك اي، ك في فاي 1 او نكتبها فاي 500 اي 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 500. شو بتساوي؟ ك بضبط مكتوب ك اي في فاي كم؟ 700 في اي اي 700. هاي شو بتساوي؟ 1. ايش في عندنا معلومات؟ كي راحت مع كي. الاي اي عند ال 500 معنى ولا مش معنى؟ كم قيمتها؟ 25. هاي 25. وين ورطتنا؟ اللاديات. اللاديات. هاي ميكانيك ظل نفكر كهرباء. بس نطلع الاوبريتنج بوينت ميكانيك بتساوي كهرباء. كيف نفكر كهرباء؟ هاي المعلومة الثانية اللي عندنا الاي بي اللي كنا نحكي عنها قبل شوي. عند ال 700 إلها معادلة بدلالة مين؟ الاي اي اللي هي مجهول هون، صح؟ طيب رتبناهم قسمنا كيس على كيس، طلعت شو معنا؟ 700 على 500. من وين جبنا 700 على 500؟ لأنه الاي اي شو بتساوي؟ اي اي على اي اي أو هذا الموتور اي بي على اي بي شو بتساوي؟ كي في فاي في اوميجا. عندنا فاي 500 على فاي 700 في 500 على 700، صح؟ هاي شو بتساوي؟ هاي المعادلة اللي كتبناها شو بتساوي؟ 500 عاد ترتيبها وعوض بدل هاي وهاي. شو عندنا الاي اي 700؟ ما عندناش الاي اي 700 قلبناها، عندنا 190 اللي هي هاي الاي اي 500 قسمناها على الاي اي 700، تمام؟ شو عوضنا؟ هاي مع هاي شو علاقتها؟ احنا جبناها من الفرع الاول. بالفرع الاول شو كان كنا كاتبينها هون ولا هنا؟ كنا كاتبينها الفرع الاول. ايش الفرع الاول؟ احنا كتبنا اي اف. انا ذاكر اني كتبتها فاي شو بالنسبة لنا؟ اي اف على اي اف بصير ولا ما بصيرش؟ ليش؟ قلنا لينير يعني؟ ما حكى انها لينير. شو بنفترضها؟ لينير. ما هذا الحكي متفقين عليه من زمان. مين الاسهل؟ لينير. فبنفترض انها لينير. فعندنا اي اف واحد من الاي اف القديمة كانت قيمتها 2 امبير. واضح؟ فهي صفت المعادلة فيها مجهولين. هذول المجهولين نفسهم المجهولين اللي موجودين معنا هون، بس هو عاجل. ولا الاصل كيف بدنا نحله احنا؟ على اساس تحس انه الحل منطقي مش انه اشي يعني بده اختراع. الميكانيك شو حكى لنا؟ الميكانيك حكى لنا انه اي اف 1 بلاش اي اف بدال 1 و 2 نكتب 700 في اي اي 700 شو بتساوي؟ اي اف 500 في اي اي 500، صح؟ هاي المساواة جبناها من وين؟ تورك بيساوي تورك من وين؟ من الميكانيكال سايد.
ايش المعلومات اللي عندنا؟ الاي اف 500 كم؟ 2. شو عندنا معلومات؟ الاي كم بتساوي؟ 25. فالمعلومه اللي عندنا انه هاي بتساوي 5. تمام. في حد معترض؟ سهل هاي ولا صعب؟ طب هاي المعادله الاولى خلصناها ميكانيك، والكهرباء شو عندنا كهرباء؟ اي بي 1 على اي بي 2 بتساوي اي اف 1 على اي اف 2 في 500 700 على بدل 700 500 هاي 700 على 500 بالضبط 500 700 700 على ام 500 هاي 700 500 خليهم زي ما هم هاي 700 وهاي 500 هاي شو بنقدر نساوي اي اف على اي اف عند ال 500 كم قيمتها 2 امبير الان الاي بي 700 والاي بي 500 كيف نكتبها في واحدة حسبناها 190 عند ال 500 هاي 190 شو قال هاي شو قانونها 200 ناقص 0.4 في مين في اي اي 700 بس شو في مجهول معادلتين المجهولين كالعادة معادلتين المجهولين بتطلع معنا عبارة 40 عبارة 40 بيطلع منها حلين الحلين واحد بيطلع سالب او واحد very large واحد منطقي قريب من الريتد كرنت اللي هو 27 الكرنت الموجود معنا واحد كثير بعيد منطقيا منطقيا بيختار الاي اي المنطقي او الفيلد كرنت المنطقي كيف يعني خلينا ما احنا كان عندنا 2 امبير الفيلد كرنت لو طلع معنا احد السوليوشنز انه الفيلد كرنت بده يزيد عن 2 شو معناته انه الفيلد كرنت يزيد انه الار اكسترنال نيجاتيف فبصير فاخترنا بالاخر الفاليو اللي هي تعطينا اي ان 35 والاي فيلد 1.43 بما انها 1.43 معناته الار اف اكسترنال نقدر نحسبها شو هي الار اف اكسترنال اللي هي 39 تقريبا 40 صعب السؤال هذا انت يمكن 3-4 مرات بما انه بنحكي عن الاندكشن احلل الاندكشن ولا اضلني ماشي دي سي نحن نتابع دي سي والله خلاص اضلنا ماشي دي سي طب نرجع كمان مرة سيرز موتور واللود اللي معاه شو هو فان لود يعني اكزامبل 5 بالهومور صح شو حكى لنا السؤال كان يسحب 25 امبير عند 300 ار بي ام لما كان الفولتج سورس كم 220 والسيرز ريزيستنس كلياتها 1 اوم احسب التورك ديفلوب تي ديفلوب كيف نحسب التي ديفلوب باور ديفلوبت على اوميجا تخيل معي كم الباور ديفلوبت ما هو حكى لي تي ديفلوبت تي ديفلوبت ما عنديش كي كي اي معلومات عنه وين بروح يا بطلع الكي اي كيف بطلع الكي اي الكي اي شو بتساوي الاي بي على اوميجا فاي في مين في اوميجا ما عنديش فاي صح فما بقدرش اطلعها فوين اس او صعب اطلعها اسهل شيء شو اعمل انه تي ديفلوب حكينا عندنا دائما تفكيرين بالتي ديفلوب يا الباور ديفلوب يا الاي بي ديفلوب على اوميجا طب البي ديفلوب شو بتساوي بي بي الاي الحلو بالموضوع انه الاي اي والاي اي كده احسبها ما معك كل السيركت والترمينال فولت بطلع الاي بي بعد ما طلع الاي بي واعطاني نسبي شو في السؤال ولا إيش مش عارف بس اللهم الغلطة المعتادة شو هي؟ أربعين ننسى هاي الاثنين باي على 60 بس سهل المجاورة طيب إن شاء الله أنتوا لا ها بعدين هسا أجي السؤال ها إذا السبيد to be reduced ل 200 RPM الإكسترنال ريزيستنس كالعادة السبيد قلت ل 200 ودائما السبيد قلت لمتين عندنا معادلة ميكانيك وعندنا معادلة كهرباء للمرة المليون لابد نكررها من الميكانيك هو حكالي فان لود
وقال لي انه التورك بتناسب مع ان سكوير. يعني سريعا تي 1 على تي 2 بتساوي ان 1 على ان 2 سكوير. هاي من الميكانيك. فتعالوا نعوض انا وياكم من الميكانيك. شو المعلومه اللي عندنا؟ ان اولد 200 وان نيو 300 او العكس. سوري العكس. النيو سبيد 200 والاولد كم؟ 300. هاي خلصنا الميكانيك. كهرباء شو نفكر؟ كيف غيران؟ اذا بدك تروح تورك روح، اذا بدك تروح اي اي روح زي ما بدك. تي 1 على تي 2 شو بتساوي؟ كي بفاي في مين؟ في اي اي. كي بفاي في اي اي. لينير ولا مان لينير؟ لينير. وجاب يسترد من لينير. فكتبنا احنا ان التورك بتناسب مع اي اي سكوير. صح؟ فبالتالي اي اي الاولى على اي اي الثاني. اي اي 200 على اي اي 300 زي ما هاي 200 هاي 200 هاي 300 هاي 300. هاي من وين جبناها؟ ان التورك بتناسب مع اي اي سكوير اللي هي الاي فيلد. شايف المعلومه عندنا ولا مش عندنا؟ شو المعلومه اللي هم عندنا؟ التورك بتناسب مع ان سكوير. هون تورك على تورك. راح التربيع راح التربيع. شو ضل؟ نحسب واحد منهم. كيف نحسب واحد منهم؟ واحد موجود معي اللي هو 25 امبير. طلعت مين؟ الثاني اللي هو طلع كم؟ 16 و30. 16 و30 رجعهم في معادلة التورك الأولاني بطلع التورك الجديد. مدام طلعت التورك الجديد بطلع الباور. صح؟ شو بده السؤال؟ ليش؟ ليش خلاك تجي؟ ليش ما طلع تي تي مباشرة؟ ما طلع من الباور؟ كله بصير. كله بصير. بس المعنى السؤال هذا واللي قبلي كل فكرتهم انه الميكانيك والكهرباء شو تساوي؟ تساويهم بعض بعدين حل سيركت عادي سيركتهم. في شيء في السؤال؟ جيد عليك. هذا سؤال كان له أكثر من سبب شو هذا الجمل الشغل الطيب. إندكشن تلاحظ إنه امتحان السكن كان معاهم إندكشن ها تطبيق مباشر بما فيهم إيش تخيلوا شو جبنا لهم الجنريتر ها مثلا هذا إندكشن بس نمر عليه سريعا لأنه هذا من أسئلة فاينل سابقا ها حاكينا ارسم الاوبريتنج بوينت بحيث انه عشان ارسم الاوبريتنج بوينت بدي الالكتريكال كاركترستيك والميكانيكال كاركترستيك. الالكتريكال كاركترستيك شو غيرنا فيها؟ قلنا انه ضفنا ار2 الروتر ريزيستنس از انكريز. فاحنا كيف رسمنا الار انكريز؟ هاي النومينال وهاي الانكريز صح؟ ضل اعرف وين الاولد والنيو اوبريتنج بوينت. شو لازم اعمل؟ اعرف الميكانيكال كاركترستيك. شو قال لي الميكانيكال كاركترستيك؟ ورك اللود الميكانيك شو ماله؟ كونستانت تورك. هاي كونستانت تورك. اعرف شمالك من يمينك اه؟ احنا دي سي ماشين الدي سي ماشين الدي سي موتورز كنا نرسم الكاركترستيك كيف؟ سبيد فيرسس تورك صح؟ فكانت رسمي نيجاتيف ستورك كاركترستيك. هون شو بنرسم؟ تورك فيرسس سبيد. اذا حبيت ترسم هاي تورك فيرسس سبيد كيف راح تطلع؟ سبيد فيرسس تورك صح؟ يعني انسى النون لينير ريجن شو بتطلع الكاركترستيك؟ نيجاتيف ستوب. نيجاتيف ستوب كاركترستيك بس تقريبا فلات يعني مور فلات دان الدي سي موتور غالبا مش شرط. احنا قلنا ممكن احنا نغيرها بالار 2 هيك تصير صح؟ معي ولا لا؟ طيب فانتبهوا لهذا الشرط. اللي بعديها شو حكى لي؟ تعال نرسمها بدون ما نطلع. قال لي انه الستيتر فولتج زاد. الستيتر فولتج زاد هاي الاولد النيو كيف راح تكون؟ نفس ال نفس هاي نفس اهم شيء وبعد هيك صح؟ طب ضل شو نحدد الاوبريتنج بوينت بدنا نعرف نوع الكاركترستيك. شو قال لنا؟ كونستنت سبيد. تخيل هاي الاوبريتنج بوينت كثير صعب؟ ها
شايفين هذا السؤال ولا مش شايفين؟ شايفين هذا السؤال؟ نفس دي سي جنريتر نفس الإجابة نفس الامتحان بس الله عنه السؤال الأخير غلط غلط حلو حرفي نفس اللي أجابهم بس كالعادة تغيير أرقام ليش؟ ما بتحبش الإسكان والبرنت دماغك مش شغال الإسكانر ها؟ أنت جاي هون على الجامعة عشان أنا أعزز دماغك مش أحول دماغك لآلة طابعة تحفظ أسئلة سنوات أو تحفظ نمط امتحان أسئلة سنوات عشان تيجي تمتحن زي طب لسه كمان هاي الكاركترستيك موجودة عندنا تعال نشوف هذا دي سي موتر كان حل هذا دي سي موتر لأنه مجهش أعطاني البارامترز كلياتهم وأعطاني السيركت شو قال لي؟ هاي الكاركترستيك عندي 3000 ار بي ام وهي المشين حسب ما رسمناها وقال لي شبكناها شنت ار ادجستبل كم 120 احسب النو لود سبيد اوف ذس موتور اذا بتلاحظ كل الحل الموجود عندنا هنا اذا بتحب نمشي فيه سوا انا وياك بنمشي أعطاني هو إنه الـ R adjustable كم قيمتها 120 حسب الـ field current من الـ characteristic طلعنا الـ no load volt الـ no load voltage بس هذا متى؟ عند 3000 RPM لو كان الـ terminal voltage بـ 42 شو راح يصير في الـ speed؟ عارفين العلاقة at constant field راح يطلع نفس الشيء شاي نفس الفكرة اللي أجتكم؟ نفس الشيء الحالة الثانية شو طلب مني؟ أكيد مين معي السؤال إنه أعطاني الفول لود كارنت أت فول لود والفول لود كارنت بالنسبة لنا من السؤال إنه 100 أمبير والآر أدجستبل ما غيرهاش خلاها 100 فلما بعطيك الآي لود أعطاك هو الآي إيه لما أعطاك الآي إيه أعطاك الإي إيه لأنه التيرمينال فولتج في حد يغيره ما حدش بده يغير التيرمينال فولتج فهي الإي إيه معنا بما إنه الإي إيه معنا خلص كل إشي معنا بدك تروح ميكانيك بيديفلوبت في مين؟ في الـ IA هاي الـ B-Develop بدك تكمل ميكانيك كمل بدك ترجع كهرباء وتحسب السبيد والأمور هاي بترجع زي ما بدك تمام؟ هاي السبيد شو عملنا؟ سبيد على سبيد بتساوي EA على EA at same field كم مرة تكررت هاي الفكرة؟ الـ Speed Regulation كاسر مش موجود بعدين الفرق الأخير الرابع حيو Under no load condition what's the range of possible speeds can be achieved by adjusting R adjustable يا بنروح للماكسيمم يا بنروح للمينيمم لما بنروح للR للIF مينيمم بدي يعطينا EA مينيمم لما بنروح للIF ماكسيمم حيعطينا EA ماكسيمم فبالتالي الماكسيمم سبيد مش هذا نفس الفكرة اللي احنا دائما بندور فيها قلنا معناش وقت نحل examples في أسئلة سنوات في مادة السكن فشو بنركن ان حضراتكم بتحلوا في البيت أروح حكى لي مثال هو اللي حكى لي طيب الفرع اللي بعديه ركزوا عليه تعرفوا ليش؟ بلا مش هم هذا سؤال اندكشن فبرضو حلو صح؟ الصعوبة كانت في هذا بس فتذكروا هذا السؤال ما في شيء صعب بس كانت الصعوبة وأنا كنت احتياطا بطلع جوابين لل R2 يا هاي الفاليو يا هاي الفاليو فكاتب لهم ان انا انه R2 اكبر من 10 ملي لانه الطالب خلينا نحكي المرضى ما عنده قدره يميز مين هاي براكتيكال ولا هاي براكتيكال R2 فعشان اختصر عليك المساله لانه بتعتمد على الباقي كلياته عشان تشوف اذا انت ما عرفت تحسب هاي مش راح تعرف تحسب الباقي فافترضها بوينت 2 وكمل حل عشان هيك في عنده جوابين واضح؟ هذا ما يمكن حل سؤال مش مستاهل
كان الدي سي موتور ضد نيجليجبل روتيشنال لوسز. فدائما بحكي عن نيجليجبل روتيشنال لوسز يعني غالبا بده يحكي عن الميكانيك اكثر ما يحكي عن الكهرباء. ميكانيكال لود كاركترستيك كونستانت تورك الميكانيكال كاركترستيك اعطانا الار اي اكترنال فولتج 32 والارمتشر فولتج 70. فدائما اعطاني اكترنال والارمتشر والريزيستنس. مش مرة معنى الريزيستنس هذا الاي اي معنى ولا مش معنى؟ معنى. بما انه الاي اي معنى السؤال مش صعب. طيب هاي المعلومة اللي هون بتيجي معنا من وين جبناها؟ للميكانيك كيفي 5 على كيفي 5 اي اي بتساوي 1. فالمعلومة الأولى طلعناها. طيب نكمل السؤال. إذا قال لك السبيد كمان برضو معي خيال معي الاي اي الاي بي معي والسبيد معي يعني كل إشي معي بالكيس الأولى اللي هي كيس السبعين أمبير. The field adjustable resistance is adjusted to reduce the flux by 25%. كان الفلكس نزل 25%. فاي 1 على فاي 2 بتساوي كم؟ 0.75 10% reduction صح؟ زدنا كل الفصل احنا فيها. هل مرة هاي كم reduction؟ 25%. فاي 1 على فاي 2 أعطاني المعلومة بتاعتها. شو ظل؟ بما انه الـ IA new معي ما في إشي بقول لك إنه تغيرت التيرمينال فولتج. معناته الـ EB الجديدة معنا ولا مش معنا؟ نرجع كمان مرة مدام الـ EB معك شو ظل؟ ولا شيء مستعين هذا السؤال عشان هيك عليه بس خمس علامات. DC series motor هذا نفس السؤال اللي حليناه قبل شوي هذا السؤال محزن سؤال جدا. هذا induction motor سؤال فاينل أكثر من فصل يا ما شافوا الطلاب معطيك البارامترز كلياتها ومعطيك الستريلوسس تعويض مباشر تعويض مباشر حرفي اجيبه سكند ولا اجيبه فاينل نفس المعنى كيف الستريل لو غمان نرجع نقول انا هذا تبين معي انه انا باخذ سناب شوت من جابن يعني لا بغير رقم ولا كاتب بالفورمات اللي انا بالعاده بتلاقيني بكتب بخط صغير وبقلل السبيس بس ما كان معي وقت وذهبت مثلا بعدين عامل سناب شوت من جابن. فلو حضراتكم مش لسه ما درستوش انتوا لو حضرت نفس السؤال هذا بنسال بالفاينل دائما بقول لي شو البيست هاي اللي هون هاي الستريلوسس. فلو حضرته حال الاسئله قبل ما يجي على قاعه الامتحان عارف انه جابن بيستخدم مدار ستريلنس اللي هي الغامضة. فنرجع كمان مرة الستيتر كبر لوسز. شو الستيتر كبر لوسز؟ نرجع للدكشن موتور أبروكسنت إكوبلنت سيركت. أبروكسنت إكوبلنت سيركت يعني هيا صح؟ أتذكرت ان اليوم شرحت لكم مش الستارتينج هاي R1 R إكوبلنت J X إكوبلنت R2 واحد ناقص اس على الصح. في شيء مش معك حتى السلب ما معطيك اياه ونبي بليت مش معطيك اياه عشان ما تخربطش. لا سوري معطيك اياه بس في شيء بقول لك عشان تخربط. في شيء بقول لك انه الأربعة بالمية الاوت بتاعها 75 ما فيش معي ولا لا؟ اللي كنا نتوقعها هي اول الاوتو هاي R1 وهي R2 هاي X1 وهي X2 الروتيشنال لوسز والستريل لوسز والكور لوسز والإكسان شو ضل؟ الارسي؟ 400 تلزمش هاي السيركت نعرف نحللها كم الفولتية اللي هون؟ 440 واي ولا دلتا؟ واي أنا على دلتا. تخيل هاي كل شيء معك تعرفش تحسب التيار اللي هون؟ بعد ما تحسب التيار اللي هون الكبر لوسز هاي في ثلاث في مين؟ في أرون هاي علامة هاي الاير جاب باور كتبنا قانونها ولا ما كتبناهوش؟ وشي R2 over S بالآخر الريزيستنس بتمثل الكبر الاير جاب R2 over S هاي الباور كونفيرتد وشي R2 over S في واحد ناقص R2 over S في واحد ناقص S صح؟ ف
فإذا أنت حسبت I2 الآن في شيء ظل في الفرعين هذول الكونفيرتد باور حكينا عنه الانديوس تورك شو الانديوس تورك؟ ولك عوض بالقانون تي دي وعوض وانتهى الموضوع تي دي القانون تي دي اللي طولنا تشتقيناه اللود تورك شو الفرق بين الانديوس تورك واللود تورك؟ الميكانيكال لوسس صح؟ بدون شيء الستاتور باور فاكتور مش انت حسبت التيار اللي هون والتيار اللي هون شو ظل؟ التيار اللي هون لما تحسب التيار اللي هون بتطلع الباور فاكتور ولا بتطلعش الباور فاكتور؟ بس تطلع الدقة قديش 0.91 بس اكيد بدون لاجن بتخسر علامات الروتر باور فاكتور شو الروتر سيركت؟ مش هاي هاي الروتر سيركت ولا لا؟ مش هاي اشتقينا منها كل شيء؟ فهاي الامبيدنس لو طلعت زد تساوي something angle مش هاي زادت الباور فاكتور؟ اكيد لاجل ما حدش يحلم يقول لي ده الافشنسي ما انت طلعت قبل شوي لسه اي 1 اي 1 في 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 3 هاي طلعنا الباور تنساش الكوساين طلع الباور فاكتور هاي طلعنا مين الباور انبوت والباور اوتبوت كيف تطلعها؟ حسبنا مع عندنا اللوسس وعندنا الباور ديفلوبت هذا السؤال ثمان علامات انا بحكي لكم الافرج فيه بال 12 هذا امتحان سهل الاي 2 عندي الفولتيه ولا ما عنديش فرضا الانجل زيرو هاي الامبيدنس كلها معك كلها مش معك ار ايكوفلنت او ار 1 زائد ار 2 معك ار 1 ومعك ار 2 x equivalent معك x1 ومعك x2 r2 في واحد ناقص s على s برضو معك او اللي هي لما اشتقينا احنا القانون مش كانت r1 زائد r2 over s زائد j x1 زائد x2 وهنا b phase تساوي i في شيء مش معك كل شيء معك فالi معك ما نرجع نقول في مرات أسئلة بدها تفكير وأسئلة بدهاش تفكير ولا بدها دراسة ولا بدها إشي لو إنك دائماً في الأسئلة السهلة بتجيب علامات كاملة هذا المادة تعبت ولا لسه توقف ولا طب نلاقي سؤال كويس هذا السؤال عن إيش بحكي عن الماكسيموم والمينيموم رينج يعني لو أنت بتحكي عن ماكسيموم سبيد ماكسيمم سبيد من وين نجيب الماكسيمم سبيد عند المينيمم فلكس ان كان عندنا خيار نغير الفلكس صح هذا الشيء حكينا كثير بما انه المينيمم فلكس معناته الار اف جاست بتحكون الماكسيم اللي تحتي العكس بدي المينيمم نورد سبيد وغير الار بتشر ريزيست الار بتشر فولتج كيف بدي اغير الار ما احنا كل ما زدنا التيرمينال فولتج شو بيصير معي بيزيد الاي اي مزبوط فانا ايش بدي الان مينيمم عند الاي اف ماكس حكينا عنها الان مينيمم عند الاي اف ماكس اللي هي عند الار اف مينيمم عكس بعض الاي اي مينيمم وشو تكون والاي اف ماكس تمام طيب ايش في كمان هذا الاندكشن اذا بتحس اسئله الاندكشن طبعا هون مثلا السؤال حل ولا بالتفصيل حاسب الروتر كرنت ومعوض القيم اللي تحت اسمها المتيو مش بولر الروتر باور فاكتور تخيل معي حتى هذاك الامتحان مش انه يعني فريق من نوع هي الروتر سيركت وطلعنا الروتر باور فاكتور الاير جاب باور هي تطبيق مباشره مش عارف ليش بس اتصال كونفرت باور يعني كله تطبيق نرجع كمان مرة بدون أسئلة سنوات أنت ما بتفهم المادة إذا ما بتقنعني إنك حليت أسئلة سنوات أنا ما بقدر أقتنع هذا مخلول على نموذج ثاني هاي ذكركم هذا الشيء الشيء تخيلوا question three figure question one بس أنتوا عشان ما أعدل على الماتلاب هاي الشغلة رح جبت لكم إياه السؤال الأول كنت جايب لكم زمان كنت جايب الماكسيمم الإفشنسي وطالب السبيد والإفشنسي الفرع الأول كان غلط إله أكثر من سوليوشن فما قدرتش أرد أكرر لكم إياه عشان هيك لو رجعت الإجابة النموذجية حتلاقي ثلاث إجابات شو معناته هذا الحكي؟
الكيس هاي نوت براكتيكال كيس. الداتا مش راكبه مع بعض. كيف يعني مش راكبه؟ ما بزبطش يعني. لما انا جبت لكم سؤال مثلا 60 امبير 60 امبير والافشنسي فرضا والافشنسي بتساوي 70% بيطلع مثلا انه ريتد كونديشن بيطلعش 7.5 فمعناته في شيء غلط. وضحت ولا ما وضحت؟ زو بس هذا انا بتحمله مش انتم. هذا الامتحان حلو. ري اخر سؤال بدنا شوي. دي سي شنت ووتر الفول لود امبير كم؟ 70 امبير. لما بشتغل اتريتد كونديشن بس 70 امبير بالنسبه للريتد كونديشن ها؟ الار اي اعطاني اياها لانه هو شرط صح؟ والفيلد ريزيستنس هي اصلا 40 معها ار ادجستبل. كم قيمه الرينج تاعها من صفر لغايه؟ يعني بلاش نقعد نحكي عن المينيمم والماكسيمم زقنا. وهي حاليا كم قيمتها؟ 100. يعني الار اب توتال شو بتساوي؟ 140 صح؟ بنحل السؤال على 140 الا اذا حكى لنا عكس ذلك. اعطانا النو لود سبيد سوري النو لود كاركترستيك عند اي سبيد؟ عند 1000 ار بي ام. وطلب منا نحل السؤال كالعاده ناخذ معلومه اذا هي عندها 1000 ار بي ام عندها 1000 ار بي ام مش عندها 1000 ار بي ام بنطلعها وبنعمل ريفليكشن اند سيم فيلد كارنت. شغله تعودنا اليوم. تخيل معنا قديش قعدت معك اليوم